بمشاركة المئات من الفلسطينيين كباراً وصغاراً، انطلقت المسيرة التي جابت أروقة البلدة القديمة وصولاً إلى ساحة جمعية برج اللقلق لحفل إضاءة أكبر فانوس رمضاني في مدينة القدس. يعني الفكرة من إضاءة الفانوس هو تعزيز فكرة الهوية الفلسطينية، تعزيز هوية مدينة القدس بعربيتها بإسلاميتها بكل شيء، بيحكي إنه هاي المدينة هي مدينة فلسطينية ورح تبقى فلسطينية. وإضاءة الفانوس اليوم هي فرحة للأطفال بالدرجة الأولى، فهدفنا وهمنا بكل تأكيد هو نترك مساحة لفرحة الأطفال في مدينة القدس. الهدف الأساسي اللي كانت معنا من السنة الأولى في بناء الفانوس هي بناء أيقونة جديدة للمدينة، بنحاول من خلالها جمع الجماهير المقدسية للمشاركة بهذا الحدث وزيارته في خلال شهر رمضان الفضيل، لأنه راح يكون موجود الفانوس على طول شهر رمضان المبارك، وأيضا راح يكون في مجموعة من الأنشطة والفعاليات اللي بتهدف لترسيخ الوعي الفلسطيني الحقيقي في الذاكرة الفلسطينية. ويرمز هذا الفانوس الذي تجاوز ارتفاعه 10 أمتار إلى روح التسامح والتآخي في الشهر الفضيل، فضلا عن تعزيز الصمود في وجه محاولات تهويد القدس. احنا لازم ضلنا محافظين على هذه الفعاليات برمضان وغير رمضان لأحياء القدس، وظلنا صامدين ومقاومين لتهويد اللي بصير عليها، ونظلنا مناكفين لهم. ولا تثني عزم أهلها والوافدين إليها من كافة أرجاء البلاد التشديدات الأمنية أو التضييقات الإسرائيلية، فيما يحرص المقدسيون على الحفاظ على مثل هذه الفعاليات لترسيخها في أذهان الجيل الجديد.